تفوق الأسماك خف. واشو اليوم راح نناقش مع المسؤولين عن موضوع نفوق الأسماك، وما زالت مجارير مياه الأمطار تصرف مياه صرف مجاري. إذا لمتى؟ إذا ماكو مطر لمتى المجاري؟ ما حد يدري. صدقوني راح نحكي السنة الجاية، وبنحكي السنة اللي وراها، وبنحكي السنة اللي وراها لما نعتزل من الدنيا، واحنا نتكلم واللي بي بعدين بهالمكان هم بيتكلم، ويتغيرون المصورين والمخرج وكل الدنيا وهم يتكلمون على نفس المشكلة. شوف التقرير. يعطيك العافية أبو أحمد. هذا احنا أحد المجارير جهة الجنوب طالعة وشرب، كلها كاتة بالبحر. هذه صليبة خافية هنا، هذه كلها قاعدة تصب بالبحر. طالعوا يا جماعة الأرض هني شلون صايرة. طالعوا طالعوا منطقة بعيدة شوي عن المنهول، بس طالعوا الأرض هم الأرض كلها طالعوا شلون أرضها. هذا يأثر كله على البيئة، على نفوق الأسماك اللي قاعد يصير هني. طالعوا هذا رايح صوب البحر المجرور، نفس الشيء ابو احمد. ما ادري ابو احمد هذا السيف هني كله مجارير، كله مجارير، مو واحد واثنين، وايد مجارير هني ابو احمد، كلها قاعده بالبحر 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 بالبحر. بعدين يقول لك شلون السمك يموت. هذا ما بس مجروس صليبخات بنبطل كل شيء، ما راح نخلص من الاخوان المعنيين يعني.